أكيد إلى تقريرنا التالي راح نتحدث عن فنان الخيوط العراقي اللي يصنع البورتري باستخدام المسامير والخيوط، فيمسك الفنان العراقي سعيد هويدي بخيطة بقوة بين أصابعه ويشد الخيط الأسود بعناية بين المسامير واللي تم دقها طبعا في لوح خشبي. أكيد تنوعت وتشكلت طرق الرسم وطرق التعبير عن المشاعر بالفنون، وهي واحدة من الطرق. خلينا نروح نشوفها. يمسك الفنان العراقي سعيد هويدي بخيطه بقوة بين أصابعه ويشد الخيط الأسود بعناية بين المسامير التي دقها في لوح خشبي. إن أسلوبه المسمى بفن الخيوط أو الفيلموغرافيا يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب الكثير من التركيز، خاصة بالنسبة لصياغة البورتريهات، وهو أكثر ما يحبه الهويدي. وقال هويدي وهو يقف أمام صورة لاعب كرة القدم العراقي الراحل أحمد راضي الذي توفي مؤخراً بعد إصابته بفيروس كورونا، واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه بدأ في ممارسة فن الوتر منذ نحو عامين، لكنه اضطر إلى الفشل فيما يصل إلى 100 قطعة من قبل، ونجح في رسم بورتريه باستخدام المسامير والخيط فقط. يعتقد أن فن الأوتار قد تم تطويره لأول مرة في نهاية القرن 19 لمساعدة الأطفال على فهم الرياضيات، وقال هويدي أن هذا الفن تبناه السجناء فيما بعد لتمضية الوقت في السجن. وقال لهويدي أيضا المولود عام 1994 وتخرج في مجال الرياضة، إنه على الرغم من أن فن الخيوط أصبح مصدر دخل، إلا أنه لا يزال من الصعب بيع القطع بسعر جيد في العراق، وتستغرق كل قطعة حوالي من 10 إلى 15 يوما حتى تكتمل. هدفه الآن هو البدء في صناعة أكبر قطعة والحصول على الاعتراف في العراق والخارج. أقوم برسم الصورة الشخصية بالخيط والمسمار اللي هو اسمه فن الفيلوغرافيا، فن التشبيك بالخيط والمسمار، سترينج آرت. قدرت أوصل لهذا المستوى، يعني أكثر من 100 لوحة مارستها وفشلت فيها إلى أن الحمد لله وشكر وصلت للمرحلة اللي اتقنت هذا الفن. هذا الفن على مستوى العالم نادر الوجود، فنانين قليلين جدا، أما على مستوى العراق فما متوفر نهائيا. صراحة أعتبره مثل سبب رزق لي فأمارس هذا الفن، وعندي الكثير من اللوحات تم تسويقها في بداية ظهور هذا الفن، لأن هذا الفن بعدة مستويات. يعني بالبداية ما كنت أمارس الصور الشخصية، لأن الصور الشخصية فن معقد وصعب جدا، يحتاج لتركيز عالي.